لك اخي اذا ابو نجيب بذات نفسه عم يقول انه بده يتجوز ويمكن يعملها بكره، ليش نحن لحتى ننتظر للأربعين؟ ايه شو عليه؟ بعدين اخي من بعد اذنك يعني بدي اطلب منك شغله. خير؟ من شان ام عبده. شبه ام عبده؟ من شان ما يصير مشاكل، بلا تجي ام عبده لعنا على البيت بعد ما تجي المحروسه لعنا، وكمان ام صفوان. من وقال لك انه راح اخلي بنتي تسكن مع مرتك ببيت واحد؟ الا لمرتك هي لا تحلم فيها بنوب. لك لا لك اخي لا، اي والله ام صفوان بتحبكم وبتريدكم، ما بعرف ليش انتم متحططين عليها وظالمينها. لانه نحن ظلام، ومن شان هيك لانه نحن ظلام بدنا لبنتنا ببيت تسكن فيه لحالها. لك لا يا اخي لا، اي بكفي حرمتوها من بنتها، اي كمان بدكم تحرموها من ابنها وكنتها، اي بكفي بكفي اختك ام وضحت وعم تعمل فيها، يوم بتقول عنها بنت الدومري ويوم بتطلع بنتي ذكيه انه هبلها، ولا هي مخيره كمان. عدنان رح لبسك ملاي وقعدك بين النسوان، لسه فلانه وغلتانه؟ روح دور على بيت اللي بدك تستقري، شوف شو بدكم تجهزوا، نحن بالجمعه الزمان بدكم بدنا جاهزه. يعني هلا ما عندك غير الحكي؟ منين بدي لاقي بيت للكره هلا؟ يلي بدي لاقي بلاقي، وانا اللي عندي حكيته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله خلينا مختار. اهلين اهلين وسهلين. اهلين شيد راشي. تفضل تفضل عمي تفضل، انت ضيفنا. الله يخليك شيد راشي. خير يا مختار، ليش تاخرت؟ ان شاء الله ما في شيء. والله كنا بالهياله علقانين اهل الضيعه مع بعض، وقعت ثلاث قتله والدنيا قايمه قاعده. يا لطيف يا لطيف. خير يا مختار، شو السبب؟ هذا جاي ضيف لعند عبود الطن الله يرحمه. عبود الطن ما غيره. ليش عبود الطن مات؟ ايه انقتل اليوم بهالطوشة اللي صارت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه والله، وهالضيف لعنة الله عليه على كل أهل الضيعة مع بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ميت أهلا وسهلا يا جماعة، يا ميت أهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا على الميسور سيدي، شرفوا. لكن منكمل قصة الهيالة بعد ما متعشى. شرفوا يا جماعة. شرفوا سيدي. بس والله كتير هيك لك أبو حسين، مو كتير والله. معذب حالك سيدي راسي، الله وكيله. لا يا عم، أنت ضيفنا. هذا واجب يا أبو نجيب، واجب يا صهر. الله يكبر وجهك سيد راسي، الله يكرمك. الايام جاي وان شاء الله منزورك بالشام، ووقتها منقول لك اكرمنا. ميت اهلا وسهلا، الله وكيلك سيد راسي، انتو بس احضروا والله لا يحضر واجبكم. شو حكي؟ حريا يا اهل الضيعه حريا، مختار احترقت الدائره تبع البيك الله يرحمه، لك مرته الفايزه خانم جوا لحالها. لا حول ولا قوه الا بالله. قوموا يا جماعه قوموا. سيدي تحرقوا، استغفر الله. ليناكم يا سلام يا سلام. الحارة أبو نجيب أكل الطبع على طريق الخطى. يا للحارة. يا لطيف يا لطيف، شو الحكي يا مثل ما عم أقول لك يا تيسير، هيك كل أهل الحارة عم بيحكوا. مين هذا اللي عم يحكي الحكي؟ كل الناس. لا إله إلا الله. أبو نجيب راحت عليك يا أبو نجيب، والله راحت عليك. لا، وعم بيقولوا مو ضبع واحد، سبع ضباع. سبع ضباع؟ اي والله هيك عم بيقولوا. يا لطيف يا اخوتي، وقال مو مخليين منه شيء، اكلينه بعظام واواعي. يا لطيف، سلاما قولا من الرب الرحيم. لك حتى حمارة ابو رضا اكلينه. يا الله، اشعر بدني كش بدني. مو معقول. وقال ابو نجيب مو بقيان منه غير طربوشه وسكه بس. اي والله. على السيره، على السيره، نسيتيني رح يحترقوا الاكلات. شو سعاد؟ أبوكي حكى شي مع المختار شان سميحة؟ لا، وشكلهم ما رح يحكوا بنوب. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك. أمورة؟ إيه؟ تقبريني زكاتك كاسة مي باردة. إيه شو علي؟ احكي لي شو صاير؟ يا ستي، اجت أم صفوان لعنا وقعدت توشوشة لأمي وتوشوشة، ما بعرف شو قالت لها، بس أنا سمعت اسم سميحة ومن ساعتها أمي تغيرت. الله لا يوفقك يا صبحية. لك شو حاكي على البنت؟ بس لا تجي بيصير لحدا أنه أنا حكيت لك. لا اطمني، أنت ما حكيتي شيء. يا أهلين وسهلين. شو مخيرو؟ إمتى إن شاء الله رح تكتبوا الكتاب؟ والله هلأ أجلناها شوي. تفضلي خالد ديبي. لإمتى؟ لحتى الله يريد. يو
على علمي يعني كنتوا مستعجلين. أربع أطباق. الله أكبر. سخدت الأول. نفست الثاني. فتحت الثالث. أخذت الرابع. الله أكبر عليك. لكن عمي طمع، هذا طمع، مو قط، مو بسه. طمع هاد لحاله بيعرف مين الرجال ومين الحريمة. يا ما كل بضايات طبعا سلاح كمان. يا لطيف لهالدرجة. إيه لهالدرجة. شوف عيني الطبع بده قدامه أبضاي المحاضر وما يهاب الموت. أنا أبو صياح بدي أسألك سؤال، إذا في حالة بيطلع لك ضبع مثل أبو نجيب شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ والله أنا أكله بلا ملح. ذاتا مثل ما قلت لك، هو الضبع لحاله بيعرف مين الأبضاي ومين الحريمة. مرة على طريق دارية وهو يهرب مني مثل الأرنب. هو بيعرف حاله إنه ما نؤدي، ما بيسترجي يقرب علي، ها ما بيطلع له معي منه. مرة بهالزمنات كنت رايح على دوما بالليل. شو عن على بالي يا بضايار؟ عن على بالي صحن لحمة جمال. قلت يا نصري خدم قطعة بهالبس. وقس 4 أطباق. الله أكبر. 4 أطباق من الجهات الأربعة. حطيت لك على أول واحد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يلا لكان نروح نادي على المرحوم بالمادنة وابعث كم واحد يحفروا له القبر. خلينا نتروى يا شيخي لنشوف إذا بقيان شي من جسة المرحوم. والله يا مختار عم بيقول مو صفيان منه شي غير السك تبعه وطربوشه. مين اللي عم بيقول هيك؟ مين شاف القصة؟ شلون صارت؟ وين؟ والله ما بعرف يا مختار. أنا أول ما دريت انت لاجي خبرك شغل اللي بتحط العقل بالكف. قال 7 أضباع اللي قاتلينه هو وحمارته، والمصيبة الحمارة مو له لا ابو رضا. هلا مو المشكلة مشكلة الحمارة يا بدر. الله يرضى عليك، بعد حدا يخبر اخوه فارس. لازم رحمة الله عليك يا ابو نجيب. تعرف لو المختار دري انك انت مطلع الاشاعة لا يزعل منك كثير. لك يسكر عرضك وقت يصوت على كل حدا ابو رضا. لك انت ليش هيك طلعت الاشاعة؟ مشان شو بتبطر؟ لك والله مضطر، بس كانت هيك مزحة. نعم. هلا شو بدي اقول للمختار اذا بعت تسالني؟ والله احسن شيء وينك؟ كف مغياب. ابو ياسين. ايوه. الله يستر عرضك، دير بالك على الدكانه. مين ما سالك عني قول له ما بعرف وين راح. ليك هي ابو رضا عندك قاعد هو. لك خلص انت دير بالك. السلام عليكم. صفي الله. بدي بوق تسبب. هلا صار بدك تتسبب. هلا يا ابو رضا. المهم لقينا بيت مشلبان واستكريناه على طول. كثير منيح. وين البيت؟ هون بابا اللي حاله. شو عليك؟ يعني ملت نحضر للعرس اخي؟ لك انو عرس هذا؟ انو عرس؟ لك مالك شايف الحاره قايمه قاعده مشان ابو نجيب؟ ولك الزلمه اكلت طباع بالغوطه ونحن بدنا نعمل عرس؟ هي مو هذا النوب لك؟ اوه علينا، هلا خلصنا من قصه ام نجيب، اجينا لابو نجيب؟ لك يا اخي الاصول شو بنا؟ يا حسرتي عليه، عاش حياته مرمطة بمرمطة، شح وراح دخلك، شو أخذ معه؟ ليش قليل كيف عاملها لأم نجيب؟ الله يرحمها، العمى شو تعترت معه؟ إيه ما شافت يوم حلو بعيشته، وحتى موتها قبل أوانه. إيه والله، تعرفي إنه أم نجيب صغيرة مالها كبيرة، أنا أكبر منها. لا. إيه والله، بس يا على قامتي، عاشت حياتها قهر بقهر. خلقت يتيمة. ولما كبرت شوي أخذوا إخواتها 2 على أخذ عسكر وما عادوا رجعوا، مشان هيك انجبرت على عيشة أبو نجيب وهو الصوت حيطة. إيه الله يرحمهم. إيه ستي ما قلتي لي شو صار معكم مع بيت أبو خيرو؟ والله الفار عم يلعب بعبي يا ديبة، لأنه لما رجعنا من الحمام ما فتحت لي سيرة بنوب ولا كأنه حاكي أنا وياها بهالموضوع. لأنه المي عم تمشي من تحت رجليك يا أم وضح وإنتي مانك حاسة. يو شو قصدك يا ديبة؟ قصدي مرت أخوكي هالشرنة الله لا يوفقها رايحة لعند أم خيرو وحاكي عليكم شروي غروي، وحتى حاكي شغلة والله العليم على هوا ماني سمعاني إنها جايبة معدل سميحة خصنص. يوه صبحية. أي صبحية الله لا يوفقها. إيه بس على علمي أم خيرو ما بتحبها، لك حتى على الحمام ما عزمتها. يولواه الواه طول عمرها حركة وفتنية وبتدحش حالة دحش. وانتي مين قال لك هالحكي؟ سعاد بنت ام خيرو.
حكيت بينها وبيني وترجتني وأمنتني إني ما أجيب سيرتها. دخليك وما عرفتي شو عم يحكوا علينا؟ لا والله، لأنه سعاد سمعت أم صفوان عم تحكي مع أم خير ووشوشة، بس سمعتها عم تذكر اسم سميحة، ومن ساعتها أم خيره تغيرت من وقتها. آه، معنات الحكي اللي حكيته مو قليل بنوب، حتى غيرت أم خيره رأيها بسميحة. شو رأيك بكرة بروح أنا وياكي لعند أم خيره وبتحلفيها يمين، بتسأليها شو حكت أم صفوان عليكم، وإذا سألتكن شو اللي دراكن قليلة ديبة شافت أم صفوان وهي طالعة من عندك، لأنه خطي ما بدي جيب سيرة سعاد. هو هي.